لنقاش آخر التطورات الميدانية في سوريا. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الصحفي نورس العرفي. أهلا بكم سيدي. أهلا بك. كيف تفسر هذا التصعيد الأخير لقوات النظام في إدلب عموما وخان شيخون بعد استهداف الرتل العسكري التركي؟ أهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين. أعتذر على الضجة حولي فأنا خارج المكتب، أفسره بما قلتيه أنت قبل قليل بأن هناك اتفاق على التنسيق الجوي بين أنقرة وواشنطن في المنطقة الآمنة. هذا الأمر يزعج بطبيعة الحال روسيا التي تحلق بطائراتها بحرية تلك المنطقة، يزعج إيران التي لا تريد أن يتم أي اتفاق خارج إرادتها وتكون هي خارجه. إذن روسيا وإيران لا يريدون هذا الاتفاق، أي اتفاق أي تقارب يحصل بين أنقرة وواشنطن ينعكس سلبا على إيران وعلى روسيا طبعا، اللتان تصاعدان بالمقابل ضد أي اتفاق يحصل بين تلك الأطراف. هذا التصعيد العسكري هو رد على اتفاقات المنطقة الآمنة، رد على التقارب الذي حصل بين أنقرة وواشنطن. الآن نقاط المراقبة التركية 12 نقطة متوزعة في تلك المناطق. تقدم قوات النظام السيطرة على خان شيخون يعني محاصرة نقطة مورك التي النقطة التركية في مورك. إذا أنقرة تسعى لعدم تقدم النظام، لعدم السيطرة على خان شيخون تلك المنطقة المهمة. حقيقة وباختصار ما يحصل في الرقعة السياسية ينعكس على الأرض معارك وقصف يذهب ضحيته المدنيون الذين لا ذنب لهم. سيد نوراس، ما هي الأهمية الاستراتيجية لخان شيخون تحديدا حتى يكثف النظام قصفه ومعه روسيا؟ نعم. والتدخل التركي كذلك في هذه النقطة لحمايتها. نعم، خان شيخون هي مدخل إدلب، هي مدينة كبيرة، مدينة استراتيجية، موقعها استراتيجي وأيضا مزدحمة السكان. أيضا كما ذكرت قبل قليل السيطرة على خان شيخون تعني محاصرة نقطة المراقبة التركية الواقعة في مورك. إذا أراد النظام وأراد الروس والإيرانيون التقدم والسيطرة على إدلب يجب أن يسيطروا على خان شيخون ثم يتقدموا إلى إدلب. السيطرة على خان شيخون تحاصر نقطة المراقبة التركية تكون الخطوة الأولى للسيطرة على إدلب، وهذا ما لن توافق عليه تركيا ولن تقبل بذلك أبدا. هناك أيضا أرسال من الجيش الوطني تحركت من منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون وصلت إلى ريفي حماتة وإدلب لمناصرة الثوار. نعم. إذن تركيا لن تقبل الوضع حرج، لكن كما قلت قبل قليل ما يحصل في أروقة السياسية أروقة السياسة ينعكس على الأرض للأسف. في هذا السياق، ما جدوى الحديث عن مناطق خفض التصعيد في ظل التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة بإدلب عموما في هذه المعركة متعددة الأطراف؟ مناطق خفض التصعيد هي حبر على ورق فقط، لم تنفذ فعليا. مناطق خفض التصعيد كانت لصالح النظام وإيران، هي اتفاقات طبعا لا تريد تركيا، لم تريدها كذلك، ولا تريد ولم تسعى تركيا لمساعدة النظام وإيران، ولكن طهران وموسكو لم تلتزمان بمناطق خفض التصعيد. مناطق خفض التصعيد من الذي أقرها؟ أقرها اتفاق أستانا، واتفاق أستانا فيه روسيا وفيه إيران، فيه من الخصام وهم الخصم والحكم. كيف يقرون مناطق خفض التصعيد وهم من يهاجمون ويضربون الآن ويتقدمون؟ المناكفات السياسية التي تحصل الآن تنعكس على الأرض. هناك تقارب أمريكي تركي، هذا لا تحبه روسيا ولا تحبه إيران، وهذا ما يجعل الوضع يتصاعد على الأرض. إذا مناطق خفض التصعيد هي عبارة عن بروباغندا فقط إعلامية، عبارة عن تصريحات سياسية لم يحصل منها شيء كالقرارات الكثيرة التي حصلت في أستانا وتركيا. ما توقعاتك لتطورات الساعات المقبلة في خان شيخون تحديدا؟ الصراع هو صراع كبار حقيقة، صراع أمريكا وروسيا، روسيا التي تسعى للعودة إلى لأن تكون قطب ثاني، وأمريكا التي تسيطر على العالم الآن. طبعا تركيا في الوسط، تركيا ان تقاربت إلى
إلى موسكو فهذا يزعج واشنطن والعكس صحيح. إذا ما يحصل هو تفاهمات سياسية، إن تمت التفاهمات السياسية على الكعكة السورية، وأقولها آسفا أنا سوري وأقول الكعكة السورية، هذا ما حصل للأسف. حولوا الثورة، حولوا ثورة الشعب، ثورة الحرية والكرامة، حولوها إلى كعكة لسوريا، حولوها إلى تقاسم مرابح على الأرض. ما يحسم الوضع بالنسبة للاقتتال الحاصل الآن هو التفاهمات السياسية، التقارب التركي الأمريكي يصعد الأمر، يصعب المسألة، لكن باعتقادي ستنقلب الكفة لصالح الثوار بمجرد التزويد بأسلحة نوعية وخاصة مضاد الطيران، وسيقلب الكفة وسيلقن روسيا وإيران درسا كبيرا بأنهم لن يتمكنوا من السيطرة على تلك المناطق مهما حاولوا. شكرا جزيلا لك صحفي سوري نورس العرفي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.